مرحبا بكم في عصر جديد من الصرافة الرقمية مع تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية. أصبح بإمكانك إنهاء معاملاتك المصرفية بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان. إليك خطوات بسيطة لتتعرف من خلالها على كيفية إرسال الأموال عبر رقم الهاتف النقال من خلال التطبيق. أولاً، قم بتسجيل الدخول في تطبيق صحار الدولي. بعدها، اختر التحويلات من القائمة الرئيسية. قم الآن باختيار التحويل لآخرين، وبعدها اختر تحويل إلى رقم هاتف. قم الآن بإدخال رقم النقال والتحقق من بيانات صاحب الرقم. قم بإدخال المبلغ الذي تود تحويله واختر متابعة. أدخل الآن الرقم السري لمرة واحدة الذي سيصلك في رسالة نصية في رقم النقال المرتبط بحسابك، ثم اختر تأكيد. تم إرسال المبلغ بنجاح. كما يمكنك إرسال طلب تحويل الأموال لشخص آخر. ما عليك سوى اختيار طلب المبلغ من قائمة التحويلات. بعدها، قم بإدخال رقم النقال للشخص الذي تود طلب المبلغ منه، واختر تحقق. الآن، قم بإدخال المبلغ المطلوب تحويله واختر متابعة. بعدها، قم بالتأكيد من خلال اختيار طلب. تم إرسال طلبك بنجاح. في صحار الدولي، ملتزمون بأن نجعل الفوز بين يديك.